كيف ممكن الليزر يستخدم لتطوير مواد جديدة؟ الجواب مع ضيفنا باحث دكتور مالك طباط. المواد بدك تعملها بشكل كتير دقيق وكتير محدد. شو الجديد يلي أدخلته أبحاثك؟ أي نتيجة تطلع من عندك بالمختبر بتفيد المعرفة والتطور العلمي. بالقلم يلي انكتب عليه اسمك تفضل دون عنوان القضية. عنا الطاقات البشرية الخلاقة والديناميكية تنقوم بتطبيقات للليزر. The Researcher الخميس 11:15 المساء على الـ LBCI.